ركبتها على الحمار قصتها العقرب فوق في البردعة. ما عندناش الماء، الدرية بغا نسيطو السقاية تسقي. مسكينة باغا تمشي تسقي الماء. ما تشرب. تمشي على قبل الماء. على حساب الماء. مني قرصات العقرب هز عليك تافو. غادي معرض على الشانطي. نعم. ديناها البروج، البروج كاين مستوصف. هزي الدرية خرجت غادي كنجري هنا في الدوار ما لقيت حتى طونوبيل. لافيناس وحدة 13 دوار. 13 دوار. عيب عيب قاعد تهضر عليك. واش عندك خبر واش عندك خبر المرأة كتولد في الطريق؟ باقي لا لابيراس لا والو. ماشي هذه هي الحالة الأولى، حنا ما عندنا وحدة الدرية اللي عندها خمس سنين، حنا ما عرفوش حالات كاينين في دواور أخرين. حنا في هذه البلاد العقرب والحنش واللفعة داروا فينا حالة. ما عندناش الماء، الدرية بغا نسيطو السقاية تسقي. نعم. ركبتها على الحمار قصتها العقرب فوق في البردعة، كنا باغيين نسقيو الماء، كاينة عندنا السقاية مسيطرة باش تسقي لنا الماء قصت. من قرصتها الدرية بدات تغوص، ما انت ما عرفتش قرصني صنع العقرب في البردعة. هزي الدرية خرجت غادي كنجري هنا في الدوار ما لقيت حتى طونوبيل. كاع الطونوبيلات ما كاينه حتى وحده مع الصباح. غادي هازه غادي هازه. المسافة اللي كاينة من هنا جوج كيلومتر ما عندناش سبيطار وما المشكل ديال الطريق ما عندناش. ما كاين لا طريق لا الطريق ما عندناش واللي كتقول لي يلا ديني الدوار ما كيبغيش يجيبك على حساب الطريق. حنا هي الدرية ماتت الله يرحمها. وبالنسبة لبينا نصر الدواء داروا مع المجهود في السبيطار. يعني الدواء السبيطار الدواء السبيطار هنا ديال البروج هذا ديال البروج ديال البروج دقوا ليها البرق صابوا تزاد عليها الحال. عقبوا داروا ليها هذاك السيروم. لبينا نصر اخويا راني المهم انا لبينا نصر تما ما عرفت واش ديالنا ولا ماشي ديالنا نكذب عليك. لبينا نصر راني هزيتها في لبينا نصر الدواء خويا السبيطار الحسن الثاني شنو وقع عليها؟ وديروا معاه المجهود. الوالد الدواء دخلوها الانعاش. الوالده ديالي بيتها معاها في الانعاش بيت الدريه وقالت لكم بها بلينا طبه في السطات في السبيطار في المنطقه. يعني جوج حالات بنيه عندها خمس سنين وهذه البنيه ديالها اللي عندها تنت سنين كيقول واحد البنت هي قريبه لنا حتى هي ماتت نفس المشكل هي عندها خمسة سنين هي ماتت الله يرحمها. اخو هذه الفاجعه اللي وقعت هذه ظاهره عندنا كتكرر كل عام. نعم. هذه هي الحاله الثانيه ديال الوفاه. هي الحاله الثانيه في الدوار. الثانيه في الدوار. في الدوار. ونفس الدوار ديال الجماعه المجاورنا بحد جوج كيلومتر هاد السيمانه ماتت دريه عندها خمس سنين. دريه عندها في دوار نوانا. اخويا بان نكونوا صريحين هاد الدوار ديال الدبالته كيعيش مهمش تهميش لا من الماء لا من الطريق لا من وسائل ديال لابيلانس. واش الجماعه فيها 13 دوار خدامه لابيلانس ولا جوج؟ كتعيط السيد اللي توفى 13 دوار كاينين غير جوج لابيلانس 13 خدامه خدامه وحده عندنا الدوار. السيد الاب ديال البنيه اللي توفات مني قرصات العقرب هز على كتافه غادي معرض على الشانطي. نعم اخويا ديناها البروج، البروج كاين مستوصف غير كتلخطا كيقول لك التعليمات اللي كتجينا سطات الطريق ديال سطات كتصاوب شي مسافه دابا من هنا من دوار خويا جيت قيسر السبيطار حتى اللي عطى الله عطاه بالتاخر ديال سيارات الاسعاف. وهاد التربه هادي راه معروفه بالعقرب معروفه بالعقرب. هذا كنطلبوا من المسؤولين يديروا التفاته في هاد الدوار ويدخلوا شي مسؤولين. نطلبوا لي هاد الشيء اللي كنطلبوا من المسؤولين باش يديروا واحد الالتفاته لهاد الدوار. الوالده ديالي يلاه توفات سيا مؤخرا غير في انا جاي كل شيء انا غنعاود الوالده ديالي تا هي كانت مريضه وكانت على فراش الموت وكدينا لابيلانس لكازا ب 400 درهم 400 درهم باش كدينا وبقينا هكاك. الوالده كانت مريضه بزاف ماشي مشكل. انا مريض كنمشي في الطاكسيات كنتلاوح وكنجي. علاش؟ لحقاش ما عنديش الفلوس. كانوا كيتعاونوا معايا المحسنين. فاش كنعيط للناس المكلفين بالجماعه وداك الشيء كنقول لهم الله يرحم الوالدين انا راه سولت راه السيد غادي يهضر هذا العضو اللي من هذا الدوار من جهه اخرى. قلت لي واش انا من حقي نخلص 400 درهم؟ قال لي لا. قال لي احنا اصحاب الامراض المزمنه عاطين كيديروا داك الشيء في الاجتماع. قال لي فابور طالبوا المساكين. احنا ما كنطالبوش شاد الجماعه، احنا ما كنطالبوا منه والو. احنا كنطالبوا من المسؤولين الكبار. هاد الناس الله يهديهم علينا، هاد الناس الله يهديهم علينا. كنطالبوا من المسؤولين الكبار هما اللي وقفوا معنا ويشوفوا هاد الناس. يعني انا جيت نهضر راه الهضره بزاف، لا طرق لا ماق لا والوعود الوعود زايده.
انا نوريك انا الناس الكبار هنا، نقول لهم في الانتخابات شنو وقع لكم تصوتوا على الناس. يقول لك جابوا لينا تراكس اصاحبي، جابوا لي تراكس وحطوا لي في الطلعه وقالوا لهم الطريق غادي يدخل خدامه. سالت انتخابات، سالت انتخاباتهم مشات، ما كاينه حتى حاجه، ما كاينه حتى حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الدوار عندنا حنا راه ما غاديش نقول لك، راه مهمش واحد التهميشه واكثر من تهميشه لا يرثى لها ولا طريق. هاد التهميش لا طريق صحيه. راك تشوف راك تشوف البدادس كيدايرين الحاله ديال البدوس، كتشوف في التهميش. ما غاديش نقول لك واحد الحاله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ونطلبوا من الناس اللي هما مسؤولين، ونطلبوا من الله، ولكن هما يغلب على هاد الناس هذو اللي هما اللي مسؤولين. اخويا راه حنا مضرورين. وبالنسبه لهاد الفاجعه اللي وقعت ديال هاد البنت اللي عقب مسكينه، باغا تمشي تسقي الماء ما تشرب. هادشي على قبل الماء، على حساب الماء هزت هذيك البردعه ديال الحمار حشر ودارتها فوق الحمار، بعد قرصاتها مسكينه العقرب. وهما كاين لا ما لا والو ديالها. وعرفتي شفي هاد الدوار دبالتا شحال فيه من دار؟ راه فيه 140 150 دار. شي 20 عام هذه كان دايروا وزاره الفلاحه. ملي كان ديك الساعه داير عندنا صوالح، كنا من الرئيس ديال الجامعه كان صوالح، وعقبوا هذه عامين ولا داوه لينا داو الموطور. كيقول لك راه دينا واحد البلاصه اخرى حتى هي خاصها الماء. واش بالنسبه حنا صاحبي واش 120 دار ولا 140 دار، وكل دار كتكون فيها 20 ديال الخلق وملي كنبغيو صاحبي الماء كتخسر لنا غير البومبو ولا شي حاجه، بعدا كلشي كيبقى معلق غير هذاك البير. 120 دار حركه 600 ديال الخلق ولا 700 ديال البشر كيسقي من بير واحد. لا سكيت هذاك البير بنادم كلشي يبقى عطشان، لا بهيم لا كلشي. بنادم خاصو يسقي في الليل ومعمر سيتيرنات في الليل باش تورد البهايم ديالو وباش يورد هو. هادشي راه حشوم. كنطلبوها صحابي من المسؤولين يتحركوا شويه صحابي، راهم راقدين. واش راه كل مره هاد الطريق هادي راه حنا البنو كوات والمنتوسورات، راه كل مره بنادم كيصوب، راكشي تاع على عينك، راك جيتي انت راه ضعقاتك اصاحبي. ما شاء الله الله يهديهم علينا وصافي. هي قرصه تاع العقرب. ملي كيوصلوه من هنا للبروج للسبيطار، المشكل اللي عندنا اللي كنعانيو منه وكتعاني منه الساكنه ديال بني مسكين، وهو الضعف. دابا حنا الانسان كنوصلوه حنا للسبيطار كيصيفطونا للسطات. السطات كاين المسافه ما بين البروج 100 كيلومتر ولا 80. دابا الدريريين صغار ما عندهمش واحد المناعه قويه باش يقاوموا باش يوصلوا لتما. خاصنا تكون واحد العنايه وتكون البراق هنايا في السبيطار باش على حساب هاد الدريريين، او يكون فانيد مضاد باش يقاوموا هاد الدريريين. واش الدراري ماشي هذه هي الحاله الاولى؟ راه ماشي هذه هي الحاله الاولى. حنا ملي تعدنا وحده هاد الدريه اللي عندها خمس سنين، حنا ما عرفتوش حالات كاينين في دواور اخرين. راه ماشي هادو هما الدواور اللي معنيين بالامر اللي كيشكي عندهم الضروره في العقرب. راه كاينين دواور، راه بني مسكين كبيره. هيا بني مسكين راه مشهوره في المغرب، من ناحيه العقرب واعره، من ناحيه العقرب معروفه بني مسكين، كاتبين عليها الناس. انا شفتهم هاد الدريه هذه ديال هاد الدوار هذا، شتي ناس من مربر رشيد كاتبين عليها. علاش كنتمو غادي حنا نعانيو بالسيده تنوصلوها للسطات؟ علاش السبيطار هنا بيكون شي دواء ودابا زايدين اللباس زايدين كاين الاضراب. دابا الناس كيمشي واحد قرصه عقرب كيقول لي السبيطار مسدود كاين الاضراب. هاد الوليدات فين يمشيو؟ حنا دايرين في البرنامج ديال لابيلانس في الجماعه اربعه الحالات ما يتخلصوش. المراه الحامله، الكسيده، مول دياليز، لا واللي ميت هما السرطان. راه مرض مزمن راه بحال دياليز. 400 درهم وما كيعطيوش البن، علاش؟ اذا كيديروا لجيوبهم 100%. وراه هي هذه كتخلص السيد يعطيه البن ديالو، على الاقل يعطيه البن ديالو. وكتشد 400 درهم وما كتعطيه حتى حاجه، اذا راك ضارب لجيبك. هذا هو اللي راه الساكنه كتعاني ديال بني مسكين. لا وحنا كنغوتو على لابيلانس ما كتجيش، بعد ايام راه غوتو عليها هنايا، هنا غوتو عليها ساعتين. السيد وقع هنايا وهز بنته على رجله وخرج بها للطريق، ولحق للطريق وهزو وداروا فيها بليزير. لحق للسبيطار، ومنين لحق للسبيطار غوت على لابيلانس ديال الجماعه ما جاتش. حنا في هاد البلاد العقرب والحنش واللفعه داروا فينا حاله. واش المراه كتسير تركب جوج الكبار حتى لسيدي عامر
والتمجاجه بوحدها مسكينه في حاله خايبه صاحبي ما كاين ما نقول لك. الناس معذبه ما كاين ما نقول لك. 20 كيلومتر 30 كيلومتر مشيانو مزيان والطريق ما كاينش. البدادز حتى تشوف الحاله دايرين فينا حاله البدادز الماء تاعو ما كاينش. ما شاء الله من سجين هنا نيجي لفيها القبيله. ساكنه باش كطالبوا دابا ديال هاد الدوار؟ طالبوا على الطريق، طالبوا على السبيطار يكون، طالبوا على لابيرانس اصلاح جات. الجنداره تكون على البدادة زعما حنا راه عاد هنا قدام الديار، ما هي حال مولو. وطالبين على الشيء ديال الشطب والزريب يحيدوا. هاد البير دايره هنا وزارة الفلاحة. سمعتي؟ وزارة الفلاحة دايره هنا 20 عام. جات الجماعات جاتو، واش عندهم حق يديروا الموتور ويخليوا البير خاوي ولا ما عندهمش الحق؟ فهمتي؟ ها خاصنا نعرفوا واش عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق. حيت دابا دايره هنا وزارة الفلاحة، ما دايرهاش هنا الجماعة ديال ولد عامر. وزارة الفلاحة، وداتو الجماعة ديال ولد عامر. خويا هاد الناس اش غادي نقول لك؟ هاد الناس الله يهديهم وصافي. هاد الناس واحد الدري من عندنا. سمعتي؟ المهم ما عندنا ما نقولوا ليه. ما كاين والو. عينا نديروا محاولات. قرب شوف قربوا انتخابات اخويا. جابوا لنا واحد الشاطئ هنايا. قال لك غندخل لكم مال الديور. ما كاين والو. لا والو. ما كاين حتى شي حاجة. هاد الشهر شهر جوج، شهر ثلاثة، شهر أربعة غيدخل لكم الماء. ما كاين حتى حاجة. الكذوبات. داروا لنا مقر ديال قال لك غنديروا لكم مقر السبيطار غتكون فيه لابيلانس غتكون فيه تما تجي فرملية. ما كاين والو. واش المراه تمشي تجلبتها وتا ولد عامر؟ هنا ما كاين فيه لا طبيب لا فرملية. ما كاين حتى حاجة. عا مقر وقفوه وخلاو عساد ديرو. سمعتي؟ واش المراه تمشي تجلب تا ولد عامر 20 كيلومتر؟ واش المراه؟ واخويا راه مسافات. واش عندك خبر واش عندك خبر المراه كتولد في الطريق؟ ما كاين لا لابيلانس لا والو. يلا هدر. يلا المراه كتولد في الطريق في الطريق ولدت في الطريق. لا عندك خبر. عاد لابيلانس ما مسالياش. عاد لابيلانس ما مسالياش. منامز دري مشاق وكواك كيتسناو في مول لابيلانس عاقد مع مول 8 يجي 8 يجي 8 قال لك لا قال لك مول لابيلانس ما مساليش. ما عندي شغل عندي شغل عندي غراض. دري مشاق قز راسو مات. يلا عنده جوج ديال الوليدات. واش تعدى جوج كيلومتر ديالنا من هنا من الشانطه لهنا ما بقاوش يديروا لنا ما كنسيبوش كيلومتر ولا كيلومتر ونص قدروا ما يبغاوش يديروا لينا ما كاين لا طريق لا ماء. رئيس الجماعه اللي جا عندنا هنا في الانتخابات من تما ما كنبقاوش نشوفوا الانتخابات نشوفوا كاع شوفوا اما في زرده ولا في عز هنا راه ضايعين اصحابي بزاف ضايعين بزاف. بالنسبه لهاد جوج حالات اللي توفاو في ظرف لا يتجاوز 15 يوم جوج ديال الحالات بنت 5 سنين وبنت 8 سنين. هذا شيء مؤسف خاصة نحن في القرن 21 وباقي نعانيو من هذا المشكل. وما كاينش اخويا حتى المركز الصحي هنا ما كاينش ما كاين لا طبيب. هذا هو المؤسف في الامر انهم خصوا واحد المركز هنايا فين راه حتى قاموا بالبناء ديالو وقاموا كاع جميع الاجراءات باش يتوجد ولكن راه خصو يخدم. الجهات المسؤوله لا تلتفت نظره واحده ثم تغيب. هذا هو الشيء اللي الصراحه كنتاسفوا عليه بزاف بزاف. والمشكل دابا انك وما يزيد الامر ضررا انك ملي كتوصل للسبيطار ما كتلقى حتى واحد. لهذا نوجه نداء للجهات المسؤوله حنا كنسطروا على هذا الموضوع وكنسطر عليه بخط احمر. الجهات المسؤوله على الاقل يخصوا جرعات لانقاذ هؤلاء الاطفال. الوليدات اللي كاين على حساب هذا العقرب شي عقرب المشكل كما قال الاخ لابيناس وحده 13 دوار عيب كاع تهضر عليه عيب هذا الامر يتكلم عليه الواحد كاع.